السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنكمل مع الفقرة الثانية ديال درس ترتيب العمليات، فقرة الترتيب والجمع من إعداد الأستاذ يوسف خليل، مستوى ثاني إعدادي مادة الرياضيات. نشاط جوج، A و B و M أعداد جذرية بحيث A أكبر قطعا من B. أولا أحسب A زائد M ناقص B زائد M. يلا تحاولوا تحسبوا A زائد M ناقص B زائد M. كل ياخذ فطار ديالو اللي يدير بوز الفيديو، وقف الفيديو ويحسب A زائد M ناقص B زائد M. يلا بسرعة، ها نكمل إن شاء الله. لدينا A زائد M ناقص B زائد M كتساوي A زائد M، لأن هنا عندنا القوس مسبوق بإشارة موجبة، ما كاين والو، إذا إشارة موجبة يعني كنحطو A زائد B، ولكن هنا عندنا قوس مسبوق بإشارة سالبة، إذا غير إشارة ما بداخل الأقواس، تولي عندنا ناقص B ناقص M، مفهوم؟ يعني تولي عندنا A زائد M ناقص B زائد M تولي تساوي A زائد M ناقص B ناقص M. مزيان، دابا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو هنا كاينة زائد M وهنا كاينة ناقص M، يعني شنو نديرو ليهم؟ غادي نختازلو هاد M مع ناقص M، وشنو غيبقى لنا؟ تبقى لنا A ناقص B، وكيفاش غتكون هاد A ناقص B؟ كيفاش غتكون؟ عندنا هنا A أكبر قطعا من B، غتكون عندنا تساوي A ناقص B أكبر قطعا من الصفر، موجب لماذا؟ لأن A أكبر قطعا من B. عندنا A أكبر قطعا من B، إذا A ناقص B كما شفنا في الحصة الأولى ولا الفقرة الأولى ديال الدرس، أن إذا كان عندنا واحد العدد A أكبر من B فإن A ناقص B أكبر من الصفر، يعني كنديرو يعني المقارنة باستعمال بحساب الفرق. لنستنتج مقارنة A زائد M و B زائد M. باش نستنتج المقارنة ديال A زائد M ناقص B زائد M، بالنسبة لنا حنا في الحصة الأولى قلنا كنحسبو الفرق، يعني نحسبو الفرق ديال B زائد M ناقص ولا A زائد M ناقص B زائد M، وحنا ديجا حسبنا A زائد M ناقص B زائد M ولقيناه كيساوي A ناقص B أكبر قطعا من الصفر، إذا A زائد M ناقص B زائد M أكبر قطعا من الصفر. إذا كان عندنا هذا العدد ناقص هذا العدد آخر أكبر قطعا من الصفر، إذا هذا العدد الأول كيكون أكبر من العدد الثاني، بحال قلنا هذا الرمز ديال أكبر كنجيو كنحولوه هنا، يعني كنلقاو لنا A زائد M أكبر قطعا من B زائد M. هنا شنو بغينا نستنتجو؟ يعني شنو مناش بدينا من عطينا في المعطيات كانت عندنا A أكبر قطعا من B و M عندنا عدد جذري، يعني إلا زدنا M هنا وزدنا M في الطرف الآخر كتكون عندنا A زائد M أكبر قطعا من B زائد M. يعني إلا كان عندنا واحد العملية ولا واحد متفاوتة عدد أكبر من الآخر وزدنا في طرفين ديال ديك المتفاوتة واحد نفس العدد، كتكون هذيك المتفاوتة ما كتغير، يعني الرمز ما كيتغير إلا زدنا طرفين ديال المتفاوتة نفس العدد، يعني زدنا هنا M وزدنا M ما كتغيرش. دابا بنفس الطريقة قارن B ناقص M و A ناقص M، نقارنو A ناقص M مع B ناقص M، يعني غندير عاوتاني الطريقة ديال حساب الفرق، يعني غندير لدينا نحسبو الفرق. حاول اللي باغي يجاوب يدير توقيف الفيديو ويحسب A ناقص M و B ناقص B ناقص M جوج شحال تساوي. أها نكملو، A ناقص M ناقص B ناقص M تساوي A ناقص M ناقص B زائد M. علاش ناقص B زائد M؟ لأن عندنا القوس أولا مسبوق بإشارة موجبة، يعني كيبقى A ناقص M، هنا عندنا القوس مسبوق بإشارة سالبة و B كان موجب، يعني ماشي كان، يعني كان مسبوق بإشارة موجبة يعني غيولي مسبوق بإشارة سالبة غتغير الإشارة ديالو، وعندنا ناقص M مسبوق إشارة سالبة يعني غتغير الإشارة ديالو غيولي مسبوق بإشارة موجبة، كتولي عندنا A زائد ناقص M ناقص B زائد M. نفس الشيء هنا عندنا ناقص M مع زائد M غادي يمشي وغادي نختازلوهم، غتبقى لنا A ناقص B، وكيما كنعرفو A ناقص B أكبر من الصفر لأن A أكبر قطعا من B. إذا شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو أن كيفاش غادي نقولو دابا عندنا A ناقص M ناقص B ناقص M كبر من الصفر، إذا إذا كان عندنا هذا كبر من الصفر شنو ممكن نقولو على A ناقص M مع B ناقص M؟ غنقولو أن A ناقص M أكبر قطعا من B ناقص M، يعني هذا الرمز اللي كان هنا كبر من الصفر كنجيو كنحطو بلاصة الناقص،
هادشي اللي كنديرو، يعني كنلقاو ان ا ناقص ام كبر قطعا من بي ناقص ام. دابا انا شنو كنستنتجو من هاد النشاط كامل؟ انه الا كان عندنا ا اكبر من بي، زدنا في الطرفين نفس العدد ولا نقصنا في الطرفين نفس العدد، المتفاوته ما كتغير، يعني الرمز ما كيتغير ديال المتفاوته. اذا غنمشيو للترتيب، الفقره الثانيه اللي هي ترتيب الجمع. خاصيه واحد، ليكون A و B عددين جذريين. إذا كان A أصغر من B فإن A زائد M أصغر من B زائد M، وإذا كان A أصغر قطعا من B فإن A ناقص M أصغر قطعا من B ناقص M. أمثلة، هنشوفو المثال الأول. يعني عندنا لدينا 5/4 أكبر قطعا من أكبر يساوي من 2/3. أتمين باستعمال الرمز، يعني عندنا واحد ربعة الأمثلة، نحاولو نعم نديرو هذاك الرمز اللي الرمز المناسب في هاد الأماكن ديال هاد النقاط. عندنا قلنا 5/4 أكبر من 2/3، زدنا هنا ترى شنو عندنا؟ 5/4 زائد 4 و 2/3 زائد 4، يعني بحال خدينا هذه وزدنا في الطرفين 4 وهذا الطرف 4، يعني شنو غيوقع عندنا؟ الرمز المتفاوت اللي زدنا الطرفين نفس العدد كما شفنا. A زائد M أصغر من B، زدنا درنا A زائد M B زائد M، كيبقى لنا A زائد M أصغر من B زائد M. إذا هنا زدنا 4 وزدنا 4، يعني غيبقى لنا نفس الرمز اللي هو ماذا؟ أكبر أو يساوي. نفس الشيء بالنسبة لهذا المثال هذا، يعني عندنا زدنا 0.5 في هذا الطرف و 0.5 في هذا الطرف، يعني من داك المتفاوتة ما غتغير. عندنا نعطي 5/4 زائد 1 و 2/3 زائد 1، عندنا نفس يعني نفس العملية، زدنا 1 هنا و 1 هنا، يعني نفس الرمز ما غيتغيرش. بالنسبة لهذه الأخيرة، زدنا عدد سالب أو بحال درنا ناقص إم، ممكن نديرو 5/4 زائد ناقص 7، أو 5/4 ناقص 7، و 2/3 زائد ناقص 7، أو 2/4 ناقص مباشرة 7، لأن زائد مع ناقص يعطينا ناقص، نفس الشيء هنا زائد مع ناقص يعطينا ناقص، يعني حتى هي كيبقى نفس الرمز اللي هو أكبر أو يساوي. دابا نمشيو الخاصية جوج، لتكون أ بي سي و دي أعداد جذرية. إذا كان أ أكبر من بي و سي أكبر من دي فإن A زائد C، هاد العدد A زائد العدد C، يعني الأعداد الكبار كيكونوا أكبر أو يساوي من B زائد D اللي هما الأعداد الصغار. يعني إذا كان عندنا جوج ديال المتفاوتات وجمعنا الطرفين الكبار في المتفاوتات مع الطرفين الصغار في المتفاوتات، كيبقى لنا الطرفين الكبار أكبر من الطرفين الصغار ديال المتفاوتتين بجوج. هنشوفو أمثلة. لدينا المثال الأول، لدينا ناقص 15 أصغر من ناقص 6، وعندنا ناقص 4 أصغر من ناقص 2، يعني شنو غنديرو؟ غنجمعو الطرفين الصغار ونجمعو الطرفين الكبار. نجمعو الطرفين الصغار، يعني ناقص 15 زائد ناقص 4 وناقص 6 زائد ناقص 2، كيبقى نفس الرمز اللي هو أصغر، وفي الأخير كيعطينا في النتيجة ناقص 19 أصغر أو يساوي من أصغر قطعا من ناقص 8. المثال الثاني، قلنا 3 انفيريور 5 اي 7 انفيريور 9، أنا نديرو 3 بلوس 7 اي 5 بلوس 9 عطينا 10 انفيريور 14، لأن 3 بلوس 7 إيكال 10 و 5 بلوس 9 إيكال 14، يعني 10 انفيريور 14. شوفو المثال الأخير، عندنا 5 ناقص 5/3 أكبر يساوي من ناقص 8/3، و 4/3 أكبر يساوي من 2/3، يعني غادي نحاولو نزيدو نديرو ناقص 5/3 زائد 4/3، ونجمعو ناقص 8/3 مع 2/3، غنحصلو هيا نديرو ناقص 5/3 زائد 4/3، نحسبوها تساوي ناقص 5 زائد 4 هي ناقص 1/3، لأن عندنا نفس المقام واحد، يعني غنجمعو البسطين عطينا ناقص 1/3، ونفس الشيء هنا عندنا ناقص 8/3 زائد 2/3، نجمعو البسطين غيعطينا ناقص 6/3، لأن عندنا نفس المقام. تطبيق، أ و ب عددان جذريان بحيث أ أكبر يساوي من ناقص 12 و ب أصغر أو يساوي من 5. بين أن غنبينو هاد الستة ديال العمليات، تحاولوا تجاوبوا على التطبيق إن شاء الله. وراه من بعد يعني في الحصة يعني غندير فيديو آخر، غادي نحاول ندير فيه نشرح فيه الجواب ديال التطبيق الأول ديال الفقرة الأولى، والتطبيق هذا اللي هو التطبيق الثاني غنحاول نديرو إن شاء الله. واللي كاين شي واحد باغي انه يجاوب على هذا، يحاول يجاوبو صيفطو ليا في وسائل التواصل الاجتماعي وانا نجاوب عليه، يعني نشوف معاه الحل الصحيح ونعطوه اشارات.
وكنتسنى يعني مازال كنتظر انه يكون عندي يكون تفاعل على مستوى المجموعه ديال الفيسبوك باش انه نحاول ندير تصحيح ديال الابليكاسيون الاول. باش ندير هذا التصحيح ديال الابليكاسيون الاول كنتسنى الا كان شي تفاعل باش بناء على دوك الاخطاء اللي اذا كان شي اخطاء ولا هذا باش نحاولوا اننا نتجاوزوا هاد الاخطاء ونوضحوا السبب ديال دوك الاخطاء. المهم بالنسبه لهاد العمليات راه باينين عندنا العمليه الاولى غنبينوا ان 5 ا زائد 5 اكبر يساوي من ناقص 7. حنا شنو عندنا؟ غنبداو ب ا عندنا ا اكبر يساوي من ناقص 12 ونبينوا ان ا زائد 5 اكبر من ناقص 7. العمليه الثانيه عندنا نبينوا ان ا زائد 1 على 3 اكبر يساوي من ناقص 23 على 2. عندنا بي بزائد 3 على 4 اصغر يساوي من 23 خصنا نبينوها. شنو عندنا؟ عندنا بي صغر من 5 يعني نحاول نبينوا ان بي زائد 3 على 4 يكون اصغر من 23 على 4 ونبينوا ان ا ناقص 5 على 2 اكبر يساوي من ناقص 29 على 2 ونبينوا ان بي ناقص 5 على 3 اصغر يساوي من 10 على 3. وفي هذه الحاله الاخيره هي الحاله ديال الخاصيه جوج يعني الا نحسبوا ا زائد 5 قارنها مع بي ناقص 12 نبينوا ان ا زائد 5 اكبر يساوي من بي ناقص 12. المهم تحاولوا تجاوبوا على هذا الشيء وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.